غارات متجددة على ضاحية بيروت الجنوبية وصواريخ على قاعدة بحرية في حيفا وقرب تل أبيب وبلينكن اليوم في إسرائيل. وزير الدفاع الفرنسي يتهم حزب الله باتخاذ اليونيفيل غطاء لعملياته ويخشى من اندلاع حرب أهلية في لبنان. البنتاغون يعلن وضع منظومة ثاد دفاعية بموقعها وطهران تحمل واشنطن مسؤولية أي هجوم إسرائيلي انتقام. أكسيوس تكشف عن صفقة مصرية مصغرة تقضي بإطلاق عدد محدود من الرهائن مقابل أيام قليلة من وقف إطلاق النار. ومرحبا بكم مشاهدينا مجددا برفقتنا في هذه التغطية المتواصلة حول آخر التطورات والحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث تصاعدت وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في زيارة هي 11 له في محاولة لخفض التوتر. فقد أفاد مراسل الحدث بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارات صباحية، وذلك بعد أن سادت أجواء من الهدوء الحذر العاصمة اللبنانية منذ منتصف الليل، وذلك عقب أكثر من 15 غارة عنيفة طالت مناطق عدة في الضاحية الجنوبية ومحيطها. أما حزب الله فأعلن عن قصف قاعدة جليلوت التابعة لوحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية في ضواحي تل أبيب وأطلاق 20 صاروخا على شمال إسرائيل، من بينها إطلاق صواريخ على قاعدة بحرية في غرب حيفا. وقد طالت الغارات منطقة الأوزاع في بيروت التي استهدفت للمرة الأولى، وهي من الأحياء الشعبية المكتظة وشهدت حركة نزوح كبيرة بعد الغارة. حركة نزوح كثير قوية على الوزاعي.
فيما تصاعدت النيران قرب مستشفى رفيق الحريري في منطقة الجناح قرب الضاحية، وهو أكبر مستشفى حكومي في لبنان، ولحقته أضرار كبيرة جراء الغارة. يا شباب، باب الرئيسي هون، الضربة هون بالوجه دغري، إذا بدكم تجوا بإسعافات. هاي الدخنة كذا ضربة، في وحدة منهم دغري على باب المستشفى اجت. هون الغارة، هون بوجه الحريري، بوجه الحريري، بوجه الحريري. يا شباب، ضربوا حد المستشفى عنا هون. ضربي حد المستشفى عندي. ضرب. وزارة الصحة اللبنانية ناشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الصمت حيال ما يحدث في لبنان، مشيرة إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، وخاصة تلك التي تطال القطاع الصحي والعاملين فيه بعد القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى الحريري في بيروت. أيضا مرة جديدة نذهب وإياكم مشاهدينا إلى بيروت لتطلعنا الزميلة غنوة يتيم على آخر التحديثات. يبدو أن هناك كانت غارات صباحية. غنوة، ما التفاصيل التي لديك؟ صحيح، غارة واحدة على منطقة الليلكي في خلفنا في تلك النقطة، لا تزال النيران يعني تتصاعد بعض الشيء جراء تلك الغارة، ليصل عدد الغارات منذ يوم أمس إلى 16 غارة طالت مناطق متعددة في ضاحية بيروت الجنوبية. وأيضا قال الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف من خلالها بنى تحتية تابعة لحزب الله، علما بأنه يعني وقال أنه بأنه كان قد أيضا استهدف منطقة أو مقرات في عمق لبنان تابعة للوحدة الجوية لحزب الله والمسؤولة عن إطلاق المسيرات نحو إسرائيل. أما حزب الله فمنذ صباح هذا اليوم كان قد أصدر 3 بيانات أعلن فيها استهداف مواقع في ضواحي تل أبيب وأيضا قاعدة سيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا، مع استمرار موضوع الغارات على والاستهدافات والتمشيط على القرى الحدودية الجنوبية. منذ الغارة التي شهدناها صباح هذا اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية هناك هدوء حذر تقريبا منذ ساعتين على تلك المنطقة، بعد أيام كانت فيها الاستهدافات عنيفة. يوم أمس كان هناك استهداف لمنطقة الأوزاعي القريبة من مطار رفيق الحريري الدولي، والتي أيضا كانت تستهدف للمرة الأولى، ولكن كما نرى حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي مستمرة رغم قرب تلك الغارة. ومنطقة الأوزاعي هي أيضا منطقة مكتظة، هي من الضاحية بيروت الجنوبية، ولكن حتى الآن لم تخلى من السكان، لم تستهدف في مرات سابقة، الأمر الذي يعني أدى إلى حالات من الهلع والذعر من السكان الذين فضلوا مغادرة المنطقة. أما المنطقة الثانية التي كانت تستهدف للمرة الأولى فهي محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي، هذا الأمر أيضا كان قد سبب هلع لدى السكان وأيضا لدى المرضى في المستشفى، ويعني كان تهديد بشكل مباشر اعتبرته وزارة الصحة لمستشفى رفيق الحريري الدولي بعد صدور يعني البيان من الجيش الإسرائيلي الذي كان قد تحدث خلاله عن مستشفى الساحل ووجود بنى تحتية في مستشفى الساحل. نعم، الملاحظ أيضا غنوة أن يوميا من الملاحظ أن إسرائيل تسجل أهداف جديدة على يعني أماكن لم تستهدفها من قبل، وكأن بنك الأهداف لديها لم تنتهي منه، هناك المزيد من الاستهدافات لاسيما فيما يتعلق بالضاحية الجنوبية بعد أن رأينا نوع من الهدوء، هدوء حذر أيضا. بالنسبة أيضا لزيارة هوكشتين، يعني آخر ردود الأفعال، كيف هي الأجواء في بيروت من ناحية هذه الزيارة؟
صحيح هذه الاستهدافات المتكررة والبعيدة عن ما يعرف ب يعني أقله الخرائط التي تقع تحت ضمن بيئة حزب الله، تلك الأهداف تتكرر، يعني هناك دائما أهداف جديدة، وهناك ما يسمى اليوم في لبنان بالتفاوض تحت خط النار. عودة هوكستين إلى بيروت هي عودة إيجابية حتى وإن لم تحمل أي جديد حتى الآن، هذا الأمر يعني بأن هناك عودة لسير المفاوضات حتى وإن كانت تحت النار، لأنه في الأسابيع الماضية ومنذ توسع منطقة الاستهدافات والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل ووصولها إلى حرب شاملة في لبنان، تلك يعني كان هناك فقط ردود فعل بالنسبة للجانب اللبناني من الجانب الفرنسي، ولكن عودة هوكستين يوم أمس يعني بأن باب المفاوضات مع الجانب الأمريكي فتح أيضا. كان هناك حديث عن تطبيق القرار 1701، يعني كان هناك عن ليس موضوع تعديل القرار بقدر ما هو الحديث كيف يمكن تطبيقه بشكل فعال بخلاف ما حدث خلال يعني خلال حرب 2006 بطريقة بأن يكون هناك فعلا انسحاب لحزب الله من جنوب الليطاني، ومن المفترض الآن ينتظر لبنان رد إسرائيل على تلك المناقشات، وربما في حال كان هناك أي رد إيجابي أو حلحلة في الأمور قد يزور هوكستين أيضا إسرائيل للحديث عن هذا الموضوع. شكرا لك غنوة لكل هذه التوضيحات والتفاصيل، سنكون في متابعة لأي جديد قد يطرأ. رافقتنا من بيروت مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيغاري أن حزب الله يمول نفسه بشكل جزئي من خلال مصانع أنشأها في كل من سوريا، لبنان، اليمن، تركيا، لكن دون تقديم دليل أو تفاصيل حول المصانع الموجودة في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف المتحدث أن الحزب يجني المال من المواطنين اللبنانيين من خلال تقديم خدمات مالية عبر جمعية القرض الحسن، حيث تعمل هذه المؤسسة المالية التي يديرها حزب الله كأنها بنك على الرغم من أنها ليست مسجلة كذلك. حزب الله أنشأ مصانع في سوريا ولبنان واليمن وتركيا توفر عائدا لعملياته العسكرية. الفرقة 4400 من حزب الله هي التي تدير عملية التمويل، وعلى رأسها محمد جعفر المعروف بالشيخ صلاح، وقد تم تصفيته بضربة محددة في بيروت مطلع أكتوبر. أيضا كان الجيش الإسرائيلي عرض لقطات قال إنها تعود لمستودع أموال تابع لحزب الله في أنفاق تحت مستشفى الساحل في ضاحية بيروت الجنوبية، وأنها كانت تحتوي على مئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب كان الحزب يستخدمها لتمويل أنشطته العسكرية، وهي الادعاءات التي نفاها مدير مستشفى الساحل كاشفا عن إخلائه بعد الاتهامات الإسرائيلية. هذا وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل تراقب المجمع ولكنها لا تنوي ضرب المستشفى رغم مزاعم استخدامه من حزب الله لإخفاء أموال. بعد حملة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مقرا تابعا لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله والتي تتهمها إسرائيل بتمويل أنشطة الحزب، كشف رئيس الأركان الإسرائيلي عن ضرب 30 هدفا في كافة أنحاء لبنان من نظام حزب الله البنكي، فيما كشف الناطق باسم الجيش عن استهداف مخبأ لحزب الله يحتوي على ملايين الدولارات. The Israeli Air Force carried out
نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة من الضربات الدقيقة على معاقل حزب الله المالية، وكان أحد أهدافنا الرئيسية قبوا تحت الأرض يحتوي على ملايين الدولارات. كانت الأموال تستخدم لتمويل هجمات حزب الله على إسرائيل، وقد تم وضع هذا القبو عمدا تحت مبنى سكني، وسوف تؤدي ضرباتنا إلى إضعاف قدرة حزب الله على تمويل هجماته. دوت سفارات الإنذار في مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما سمع دوي انفجار في مستوطنات مودعين عيليت القريبة من القدس، كما تم اعتراض عدد من الصواريخ مع سقوط عدد آخر في مناطق مفتوحة في رشقة صاروخية جديدة صباح اليوم تجاه حيفا وضواحيها وعكا. إلى ذلك قال حزب الله إنه قصف منطقة نيريت في ضواحي تل أبيب بالصواريخ، وكذلك أطلق الصواريخ على قاعدة بحرية غرب حيفا. الصاروخ هي وقع في مستوطنة نعلة. الصاروخ في مستوطنة نعلة وقع يا شباب. في شكبة. في شكبة في شكبة. هيو هان. تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قواته المتمركزة في جنوب لبنان، حيث أكد مواصلة العمل لتدمير أهداف حزب الله في كامل لبنان بما في ذلك أذرعه المالية وقنوات تلقيه الأموال من إيران. نحن نهاجم في بيروت وأنتم تهتمون بالأهداف هنا، كل هذا يؤدي إلى الانتقام من إيران التي تمول وترسل الأسلحة هنا. هاجمنا مؤخرا نحو 30 هدفا في جميع أنحاء لبنان. استهدفنا نوعا من أنظمة البنوك التابعة لحزب الله، وهو القرض الحسن التي تتلقى الأموال من إيران وتمنح القروض، وفي النهاية تمول الإرهاب الذي يقوم به حزب الله. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال إن الغارة الإسرائيلية في سوريا استهدفت رئيس وحدة تحويل الأموال لحزب الله والمعروف باسم أبو صلاح، وأن مهمته كانت تدوير أموال حزب الله. الغارة الإسرائيلية في سوريا قتلت رئيس وحدة تحويل الأموال لحزب الله القيادي أبو صلاح الذي قتلناه، كانت مهمته تدوير أموال حزب الله.
أفادت تقارير بأن الشخص الذي تم استهدافه في المزة بدمشق يدعى علي حسن غريب والملقب بالحاج أبو حسن أيمن، وأدى الاستهداف وفق التقارير إلى مقتل غريب وهو مسؤول التسليح بحزب الله، كذلك قائد وحدة 4400 التابعة للحزب. في التطورات السياسية، استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، وشدد على أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 لكونه الركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة، فيما شدد هوكشتاين على أن المساعي الدبلوماسية لا تزال قائمة وجدية وأنه يعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مطالبا كافة الأطراف بالعمل على التوصل إلى صيغة تفاهمية حول كيفية تطبيق القرار 1701. هذا ونفى المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين أن تكون هناك نية لتغيير القرار 1701، لكنه قال في إجابة على سؤال مراسلة الحدث، قال إنه لابد من إضافة بعض المواد على نص القرار حتى يطبق بشفافية وإنصاف، كما اعتبر أن ربط مستقبل لبنان بأي نزاع آخر في المنطقة ليخدم مصلحة الشعب اللبناني. التزامنا يكمن في حل هذا النزاع بناء على القرار 1701، ولا بد أن يكون الحل مبنيا على هذا الأساس، ولفعل ذلك لا بد من ضمان أن يكون كل الأطراف ملتزمون بالقرار. لا أحد يستطيع مراجعة 17 عاما الماضية. أنا هنا لخوض هذه المحادثات وليس لتغيير القرار 1701. القرار سيظل كما هو، وذلك ما نسعى لتطبيقه من أجل إنهاء النزاع، ولكن لا بد من إضافة بعض المواد حتى نضمن تطبيق القرار بشفافية ودقة وإنصاف ليعرف الجميع أي مسار نمضي عليه. أود أن أكون واضحا جدا، ربط مستقبل لبنان بالنزاعات الأخرى في المنطقة لم يكن في مصلحة الشعب اللبناني، وكما قال الرئيس بايدن فإن هدفنا هو التوصل لاتفاق شامل من أجل تطبيق القرار 1701 وضمان أن يكون هذا هو آخر النزاعات. القرار كان ناجحا في إنهاء حرب 2006، ولكن يجب أن نكون صادقين، لا أحد فعل شيئا من أجل تطبيقه في السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تصعيد النزاع الذي نعيشه اليوم. هذا الوضع يجب أن يتغير، لأن التزام كلا الطرفين بتنفيذ القرار غير كاف لحد الآن. هذا ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كشف أن بلينكين سيشدد خلال زيارته لإسرائيل والمنطقة التزام بلاده الراسخ بأمن إسرائيل، وأنه سيشدد على ضرورة تعزيز السلام وإنهاء الحرب. سيتوجه وزير الخارجية بعد ظهر اليوم إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وفي إسرائيل سيؤكد وزير الخارجية التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ويشدد على تعزيز السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء في جميع أنحاء المنطقة. كما سيناقش بلينكين أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات خاصة لقناة الحدث، كشف الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن بلاده تجري حوارا صريحا وصعبا مع إيران، وتدعوها للمساهمة بشكل فاعل في الجهود الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، كما دعا الناطق الفرنسي طهران إلى عدم تأجيج التصعيد في المنطقة. إيران لاعب فاعل في أزمة الشرق الأوسط، وفرنسا تجري معها منذ مدة طويلة حوارا صعبا في بعض الأحيان.
عندما اقترحنا منذ 3 أسابيع صيغة للهدنة مع حلفائنا الأمريكيين، كان يجب أن يؤدي ذلك إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. تشاورنا حينها مع إيران، وعليها أن تنخرط اليوم بشكل كامل في جهود الحل الدبلوماسي من أجل إيجاد مخرج للأزمة في لبنان، وألا تقوم بتأجيج التصعيد في المنطقة. سياسيا أيضا، وفي موقف لافت أعرب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو عن خشيته من اندلاع حرب أهلية وشيكة في لبنان، وأكد أن وقف إطلاق النار في لبنان بات ضرورة وحاجة ملحة للأمن الجماعي، كما اتهم في الوقت ذاته الحزب باتخاذ قوات اليونيفيل درعا لعناصره. موقفنا في الوقت الراهن مدفوع في المقام الأول بالخوف من حرب أهلية وشيكة في لبنان. هناك الكثير من النازحين والتجاذبات القوية جدا بين الطوائف. إن إضعاف حزب الله يمثل نبأ سارا وجيدا، ولا نستطيع أن نقول عكس ذلك. وأنتم تعلمون بأن لبنان يمكن أن ينهار بشكل كامل وأكثر مما هو عليه الآن. ولهذا السبب دعا الرئيس ماكرون إلى مؤتمر لدعم الجيش اللبناني. والسؤال، كيف يمكن أن نعتمد على الجيش اللبناني لضمان سيادة لبنان؟ هناك الذراع العسكري والذراع السياسي، وهذا الأمر معقد وخاصة في الميدان. المنطق الفرنسي هو المنطق الأمني مع احترام القانون الدولي، ومنطقنا إذن هو عدم تهديد قوات اليونيفيل، وهو منطق يتعلق قبل كل شيء بالأمن والسلامة. ولنفترض أن جنودا فرنسيين قتلوا أو أصيبوا غدا، ستسألونني حينها ماذا فعلتم من أجل ضمان سلامة قواتنا؟ نحن نحاول بشكل عملي لتجنب حرب أهلية في لبنان، والأمر يتطلب جهدا كبيرا. أيضا مشاهدينا، للوقوف عند آخر التطورات لاسيما السياسية منها مع زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، ينضم إلينا من بيروت الدكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دوما برفقتنا في هذه التغطية المتواصلة دكتور سامي. يعني هوكشتاين هي ليست المرة الأولى التي يحضر فيها إلى لبنان، ولكن هذه المرة تختلف، ذلك بأنه يصل والنار مشتعلة في لبنان. برأيك ما الجديد الذي حمله؟ هل نتوقع أن يكون هناك المزيد من هذه الزيارات؟ لم يأتي يعني حتى الساعة ليس هنالك أي نتيجة ملموسة، خاصة حول موضوع أساسي وهي آليات تنفيذ القرار 1701، وليس واضحا بعد أن هنالك التزام إسرائيلي بهذا القرار والتزام حزب الله أيضا من جهة ثانية بهذا القرار. صحيح أن الرئيس نبيه بري قال أنه مفوض من قبل حزب الله من عام 2006، وأنه يقول بأن حزب الله ملتزم، ولكن نظرا لأهمية الموضوع لابد للحزب أن يصدر قرارا واضحا بهذا الشأن، وبالتالي الأطراف المعنية بشكل مباشر لم تصدر موقف يلتزم بشكل عالمي وواضح بهذا القرار. هذا أو ثانيا هنالك تفاصيل هذا القرار ولجهة آليات تنفيذه، منها يعني إرسال الجيش وتمكين الجيش، الأمر الذي لم يحصل في السابق. يعني هذا القرار صوت عليه عام 2006، كان يقضي بإرسال 15,000 جندي من الجيش اللبناني لأسباب عديدة لم ترسل هذه القوى، وبالتالي اليوم هناك كلام عن مساعدات سوف تعطى، عن مبالغ من المال يجب أن تعطى للجيش اللبناني لكي يتمكن من هذا الموضوع. ولكن يبقى مسألة جدا مهمة، هي السلطة السياسية من قبل الطرف اللبناني التي سوف تقوم بمواكبة تنفيذ القرار 1701. هذه النقطة يعني دوما كان هناك حديث دكتور سامي عن تحضير الجيش لهذه المهمة، ولكن ربما كان ذلك قبل اندلاع الحرب، شرارة الحرب بين يعني إسرائيل على لبنان ولا سيما على حزب الله تحديدا بسبب ربط الساحات، يعني عدم يعني فك ارتباط لبنان عن غزة. اليوم أيضا نرى نوع من عدم فك الارتباط، ولكن من ناحية سياسية الرئيس نبيه بري، كيف نقرأ هذا التمايز بين ما يصرح به رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري؟ هناك محاولة لربط وقف إطلاق النار وبتطبيق القرار 1701.
هذه نقطة مهمة جدا. أولا بمسألة يعني توحيد الساحات، يبدو أن الطرفان اليوم عادا إلى موضوع توحيد الساحات، لأن حزب الله ما زال يتكلم إن كان على لسان وزراء الخارجية الإيراني أو حتى رئيس مجلس الشورى، يعني يربط ما يحدث في لبنان بما يحدث من غزة، ولكن في الفترة الأخيرة حتى إسرائيل تربط مسألة وقف النار بلبنان بالإفراج عن الرهائن بغزة وتريد صفقة متكاملة. فبالتالي المعنيون مرة أخرى في مكان والذين يفاوضوا في مكان آخر. هلا بالعودة، نعم هنالك تناقض يعني بين ما يقوله رئيس الوزراء اللبناني، ما يقوله أيضا الوزير جون بلاط، وهم أطلقوا مبادرة مع الرئيس بري لتنفيذ 17-01 أن تكون قاعدة لهذه المفاوضات، وربما ينطقون بما لا يستطيع أن ينطقه الرئيس بري، ولكن واضح أن الموقف الملتزم بتنفيذ القرار 17-01 الذي يقول الرئيس بري هنالك مع وطني عليه، لا نرى من قبل يعني من يفاوضون باسمه موقف بهذا الوضوح. نعم. لجهات الالتزام بتطبيق القرار الأممي. ربما يعني موقف الرئيس بري مفهوم، هو يعني لا يريد إضعاف ربما موقف إيران ودوره في المفاوضات. أهمية اليوم وجود رئيس للجمهورية برأيك دكتور سامي يعني بالنسبة للتفاوض؟ أولا مسألة مهمة جدا على المستوى الأمني، مسألة مهمة جدا. هنالك تشنجات كبيرة في الشارع اللبناني، يعني نرى بعض صورها عبر شاشتكم وهي مقلقة جدا، وبالتالي هنالك ضرورة قصوى لحد أدنى من الوحدة الوطنية لدرء مخاطر فتنة على الأبواب. وأول خطوة في هذا المجال هي انتخاب رئيس جمهورية وإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية. ثانيا يعني هنالك من قبل المجتمع الدولي طلب لإعادة إنتاج سلطة في لبنان، كون هذه السلطة غير مكتملة المشروعية إنجاز التعبير، هي حكومة تصريف أعمال في غياب رئيس الجمهورية في ظل فراغ دستوري، وبالتالي إنها ليست محاور لديه ما يكفي من المشروعية، لديه ما يكفي من التمثيل الشعبي لتنفيذ التزامات دولية بهذا الحجم. لذلك يعني الخطوة الأولى التي لا يمكن إلا أن تكون مقرونة وملتزمة بتنفيذ القرار 17-01 هي إعادة إنتاج سلطة لبنانية. لا يمكن لمكون واحد في لبنان أن يخوض هذه المفاوضات منفردا. لطالما يعني الدول العربية دعت إلى احترام سيادة الدول، وبالتالي موقف الرئيس بري إلى أي مدى يعني يمكن أن يستمر، وإلى أي مدى يمكن أن يتحمل لبنان إمكانية أخذ قرار لدعوة النواب من أجل انتخاب رئيس للجمهورية؟ يعني إنه أمام لحظة ويصادر هذا القرار، إنه أمام لحظة تاريخية وأمام مسؤولية تاريخية هائلة، لأن ما هو على المحك ليس فقط مسألة إطلاق النار وإنقاذ شعب، إن مسألة الكيان اللبناني بكامله معرض. يعني لم الإسرائيليون لا يخفون يعني بعض النوايا، وربما قد تقود إلى تغيير الخارطة في المنطقة، وبالتالي هنالك أطماع بالغاز اللبناني، هناك ترتيبات أخرى سوف يسعون إلى إقامتها إن لم يستطع لبنان القيام بما عليه. وهنا يعني وهنا أيضا يعني لابد من الحديث عن يعني ما مصلحة يعني لبنان في هذا التأخير. إسرائيل لن تعود إلى تطبيق 1701 على ما كان متفق عليه، اليوم تتحدث بالوصول إلى شمال الأولي. لبنان غائب، لبنان موجود بشكل صوري ولكن بالشكل الفعلي غائب. من يمسك بزمام الأمور على المستوى الميداني والمستوى السياسي مع الأسف هو الطرف الإيراني بالنسبة لحزب الله في مواجهة إسرائيل. هم في حرب مفتوحة، وبالتالي المسألة اللبنانية أصبحت مجرد ورقة في هذه المفاوضات، مجرد ساحة في هذه الحرب الدائرة. في الوكالة إذا يمكن القول على الأرض اللبنانية بدلا من إيران.
بالتأكيد، ولكن يعني ساحة أولية، يعني أصبحت هنالك ترسانة صواريخ هائلة، وبالتالي هذه يتخطى قدرات ميليشيات، إنها قدرات لجيش إيراني ومعركة على الساحة اللبنانية في مواجهة إسرائيل. هل إذا صار هنالك رد إسرائيلي على إيران ودخلت الأمور واشتعلت ساحات أخرى، ستكون الساحة اللبنانية أحد هذه الساحات، ومن سوف يدفع الثمن ويدفع الثمن وما زال يدفع الثمن هو الشعب اللبناني. نعم طبعا، يعني لهذا الحديث بقية ولكن الوقت داهمنا. أشكر لك كل ما تفضلت به من إيضاحات من بيروت. رافقنا الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية، شكرا لك. قال وزير خارجية إيران إن بلاده لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لها، مشيرا إلى أن إيران بذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد لكنها جاهزة لكل السيناريوهات. وأضاف الوزير الإيراني أن احتمال توسيع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة بالمنطقة، وأن قرار وقف النار يتخذه الفلسطينيون واللبنانيون، مضيفا أن إيران تقدم الدعم لهم. وكانت إيران حذرت من أن الولايات المتحدة ستتحمل كامل المسؤولية في حال شنت إسرائيل هجوما على إيران، هجوما انتقاميا، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أطلع على خطط إسرائيلية بهذا الصدد. ووصف الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني تصريحات بايدن بأنها مقلقة للغاية واستفزازية، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة سويسرية لمجلس الأمن الدولي. من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن منظومة ثاد المضادة للصواريخ باتت في مكانها في إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن أرسلت هذه المنظومة الدفاعية الأمريكية المتطورة لحماية حليفتها من أي هجوم صاروخي إيراني جديد. أيضا قال أوستن، قال بحسب تصريحات نشرها البنتاغون، بأن هذا النظام بات في مكانه ولن نقول ما إذا كان قيد التشغيل أم لا، ولكننا قادرون على تشغيله وبسرعة كبيرة. أيضا للوقوف عند آخر التطورات، لا سيما بعد هذه التصريحات الإيرانية، ينضم إلينا من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. أهلا بك حضرة العميد برفقتنا. يعني لابد من التحدث حول يعني مدى أهمية الأرض اليوم وتأثير نتائجها على المسار السياسي. كيف يمكن اليوم قراءة الوضع على الأرض اللبنانية من هذه الحرب، إذا صح القول بأنها بالوكالة عن إيران؟ صباح الخير جزيل، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي الحدث. يعني في إحدى تعريفات الحرب من أنها طرق عنفية لتحقيق أهداف سياسية، أو هي سياسة بطرق عنفية، بمعنى أن الحرب وساحات المعارك وكل ما يجري على الأرض هي الغاية بالنهاية تحقيق أهداف سياسية. واليوم واضح أن نتنياهو وإسرائيل لديها خطة متكاملة، قد تكون انطلقت من غزة وانتقلت إلى لبنان، وقد يكون لها مرتسم في الأراضي السورية وفي الجنوب السوري وفي منطقة القلمون المحاضية لمزارع شبع. بمعنى أن اليوم الخطة الإسرائيلية تعمل على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو تأمين منطقة الجنوب ومحاولة عدم تكرار
طريقة وتكتيك الحرب في غزة بمعنى الاشتباكات مع حزب الله بل اعتماد سياسة الأرض المحروقة وابقاء مسافة 4 إلى 5 كيلومتر منطقة عازلة وطرد عناصر الحزب باتجاه الشمال. الخطة أيضا تعتمد على ضربات جوية قوية تحاول تدمير مستودعات وإمكانيات وكل آلة العسكرية لحزب الله، وتدخل الخطة إلى الأراضي السورية بمحاولة لمنع أي إمدادات. الضربة التي حصلت بالمز الأمس، الرسالة التي أرسلت إلى فيلة ماهر الأسد في يعفور وضربات أخرى تدلل من أن إسرائيل عينها على الدعم الإمداد أو الإمكانيات التي يمكن أن تقدم إلى حزب الله من الأراضي السورية. بالمقابل إيران أيضا لديها خطة وباتت واضحة. أولا لتعويض انهيار منظومة القيادة لدى حزب الله قامت بتفعيل غرفة عمليات في الضاحية الجنوبية من ضباط الحرس الثوري الإيراني، ومعهم وصل عملية السماح باستخدام المسيرات المتطورة والصواريخ المتطورة التي بدأت ترشق على إسرائيل. أيضا إيران فعلت جبهة العراق وجبهة السورية، وجدنا من أن المسيرات بدأت تنتقل من العراق إلى سوريا والمسافة من 600 إلى 1000 كيلومتر، وهي منطقة محصورة، بالإضافة إلى بعض الرشقات أو المسيرات من الجولان السوري. بمعنى أن إيران تريد أن تقول اليوم هذا تصعيد أولي وهي ساحة إرباك لإسرائيل كي لا تكون متفرغة فقط للرد على إيران. بظل دور النظام السوري في كل ما يحصل حضرة العميد، يقال بأن هناك أي أمال لحلول سياسية، بأن هناك يعني فصائل مسلحة تعبر الحدود العراقية السورية طبعا يعني لدعم حزب الله. هنا ما هو الدور، دور الحكومة السورية، دور النظام السوري، خاصة ويعني يفهم بأن هناك محاولة للنأي بالنفس يعني عن كل ما يحصل في المنطقة؟ اليوم حتى الآن لم يرصد أن هناك قوات دخلت إلى لبنان قادمة من سوريا أو من العراق، فقط ميليشيات حزب الله هي من عادت، سواء كانت في القلمون أو جزء من القلمون أو في أرياف دمشق أو في قوام هذه القوات في سوريا. أتحدث هنا عن حزب الله، لسيما وأن الحزب شارك في الحرب 2011 ضد المعارضة السورية. بالتأكيد هذا الكلام صحيح جزيل، لكن اليوم هناك يعني تنقل كبير لميليشيات الولائية في العراق التي تعمل في الأجندة الإيرانية لسد الثغرات وملء الفراغ الذي تتركه ميليشيات حزب الله في سوريا وتنتقل للعمل ضد. لكن سمعنا أصوات بدأت من بيروت تخرج من بعض الكتاب السياسيين وبعض الإعلاميين التابعين لحزب الله، وهم يوجهون اللوم لنظام الأسد بأن حزب الله قدم لك 5400 قتيل في سوريا وحماك على مدار 13 عام. كنا نتوقع من نظام الأسد أن يقوم بفتح مكاتب التجنيد لدعم حزب الله على الأرض السورية. واضح أن بشار الأسد ونظام الأسد لا سيطرة له مطلقا. قيل من أن هناك خلاف حصل ما بين بشار الأسد وماهر الأسد العامل في الأجندة الإيرانية بأنه كان يود تأمين دعم أو تأمين دعم إرسال قوات إلى الجنوب اللبناني أو إلى حزب الله في الضاحية الجنوبية، لكن المطلق والجميع يعلم أن بشار الأسد اليوم لا يسيطر خارج مربع القصر الجمهوري، بمعنى أن إيران مع 534 موقع تسيطر عليهم داخل. وماذا عن الفرقة الرابعة؟ هي تسيطر على كامل الجغرافيا. ماذا عن موقف الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد؟ الفرقة الرابعة تلقت ضربتين. الضربة الأولى عندما قصفت فيلا ماهر الأسد في يعفور، الضربة الثانية عندما قصفت شقة في المزة في يعني منطقة 14، وهي كانت رسالة لماهر الأسد حيث كان يحضر اجتماع وغادر هذا الاجتماع. ماهر الأسد أرسل رسائل إلى دولة عربية وحاول إيصال رسائل إلى إسرائيل بأنه ابتعد عن المحور الإيراني، لكن على أرض الواقع هذا الكلام غير صحيح. الضربة التي حصلت في اللاذقية تبين أن وزارة دفاع الأسد
لا علم لها بوجود مستودعات في منطقة اليهودية أو منطقة كتيبة الإشارة جنوب جامعة تشرين وقصفت من قبل إسرائيل منذ 4 أيام. هذا يعني من أن ماهر الأسد من أدخل تلك الأسلحة الإيرانية إلى اللاذقية. وهنا يفتح سؤال، ما هي عدد المستودعات التي وضعتها إيران في مختلف المناطق؟ إذا الفرقة الرابعة تدعي أنها ابتعدت عن محور إيران لكنها قلبا وقالبا ما زالت في أجندة ولاية الفقيه. شكرا لك لكل هذه التوضيحات التي رافقتنا بها حضرة العميد من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. أكدت مصادر الحدث في ملف حرب غزة أن مصر طالبت بوجود هدنة إنسانية، وأن التمسك المصري بضرورة الانسحاب من معبر رفح وإعادة فتحه لدخول المساعدات الإنسانية. وأضافت المصادر أن القاهرة أكدت ضرورة تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح وإدخال المساعدات بشكل عاجل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى تمسك إسرائيلي بالتواجد على معبر رفح وفيلادلفيا دون تحديد موعد لانسحاب قواتها منهما، فيما قالت إن عددا من نقاط المفاوضات لا تزال عالقة. يذكر أن إسرائيل سترد على المطالب والمقترحات المصرية مطلع الأسبوع المقبل. كانت وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصدر رفيع المستوى أن القاهرة ترى أنه من الضروري عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن مصر قدمت مقترحا جديدا لاستئناف مفاوضات غزة يشمل صفقة تبادل أسرى محدودة كخطوة أولى يعقبها العمل على صفقة تبادل أكبر. وبحسب المسؤولين، قدم رئيس المخابرات المصرية المقترح لرئيس الشباك والذي بدور عارضه على الحكومة الأمنية الإسرائيلية، وفيما دعم وزير دفاع يوآف جالنت ومعه وزير الخارجية إسرائيل كاتس وكذلك وزير العدل ياريف ليفين دعم المقترح، إلا أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيري الأمن القومي إتمار بن كفير عارضوه. في الأثناء شارك مئات الإسرائيليين من التيار اليميني والقوميين من أقصى اليمين شاركوا في مؤتمر حول إعادة إنشاء مستوطنات في قطاع غزة. المؤتمر عقد بالقرب من الحدود مع غزة، وشارك به عدد من نواب الكنيسة الإسرائيلي بما في ذلك أعضاء من حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أيضا يشار إلى أنه ومنذ اندلاع حرب إسرائيل مع حماس انتقلت حركة إعادة الاستيطان في غزة من الهوامش إلى الخطاب السياسي لدى الأحزاب اليمينية. وكان نتنياهو قد رفض فكرة إعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد أن أخليت. أيضا مشاهدينا، للحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات في ما يتعلق بالوصول إلى صفقة مع غزة بوجود مصر، ومع وصول أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة، ينضم إلينا من جنين الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا بك دكتور يوسف، دوما برفقتنا في هذه التغطية المتواصلة. وبالتالي يعني قبل أن نبدأ الحديث عن طرح مصر لربما اتفاقية مصغرة، يعني هناك حديث كما تابعنا في هذا الخبر بعودة الاستيطان في غزة، كيف تعلق على هذا الخبر في الوقت الذي يعني يتم الحديث فيه عن إمكانية التوصل إلى صفقة فيما يتعلق بغزة؟ نعم، صباح الخير لكم صباح النور المشاهدين والمشاهدات. نعم، أكيد في هناك طيار قوي يميني راديكالي استيطاني داخل هذه الحكومة يقود سموتريتش وابن كفير، يدعو إلى إعادة الاستيطان في مناطق شمال قطاع غزة. وأنا برأيي هذا الطيار يقابل طيار آخر يقود يوآف جالنت ورونين بار من الشباب وبعض وزراء الليكود، وكأن نتنياهو يجلس ما بين هذين الطيارين. أنا برأيي في هناك إشكالية داخل الحكومة الإسرائيلية، في هناك العديد من المعيقات البنيوية من الداخل، ونتنياهو دائما يوازن
يعني ما بين هذين الطيارين. دعوات الاستيطان في قطاع غزة مرحليا هي دعوات غير منطقية غير واقعية. إسرائيل غير مسيطرة على القطاع، ممكن يكون هناك ترتيبات عسكرية، ترتيبات تقنية تكنولوجية ترحيل الناس، أما إعادة توطين المستوطنين في ظل هذه الأجواء أنا برأيي هذا ربما طرح مثالي خيالي غير مرتبط بالواقع، لكن هذا هو التيار داخل هذه الحكومة، وبالتالي تظهر الحكومة وكأنها شبكة من الصراعات وشبكة من الصدامات الداخلية، لكن نتنياهو عنده القدرة أنه يضبط هذه التناقضات من الداخل. أيضا يعني وفقا لموقع أكسيوس تكشف عن صفقة مصرية مصغرة تقضي بإطلاق عدد محدود من الرهائن مقابل أيام قليلة لوقف إطلاق النار، هل ترى أنه بالإمكان التوصل إلى هكذا صفقة، خاصة وأن مسؤولين إسرائيليين يرون بموت السنوار يعني يخلق ربما فرصة لاستئناف هذه المفاوضات المتوقفة منذ حوالي الشهرين؟ نعم، أنا برأيي هذا التيار البراغماتي الواقعي داخل الحكومة الإسرائيلية التي يقود رونين بار ويؤاف جالنت ومؤسسة الجيش بشكل عام تعتقد تماما أن مقتل يحيى السنوار وإضعاف حماس في قطاع غزة يشكل فرصة كبيرة ربما لإعادة يعني تدوير المسار السياسي، وهم مقتنعين تماما بأهمية التوظيف السياسي لهذا الحدث. هم مقتنعين تماما أن الإصرار على قضية الاستيطان واستمرار هذه المعركة في قطاع غزة هذا ربما غير منطقي غير واقعي، يجب الاستثمار في عملية يعني رحيل السنوار عن المشهد السياسي وربما ضعف يعني حماس في قطاع غزة. لذلك أنا بعتقد أنه هذا التيار ينسق مع مصر، وفي هناك أيضا رغبة مصرية، الرغبة المصرية القطرية أكيدة في إعادة تجديد هذا المسار، لكن بدل الحديث عن صفقة شاملة بدأ الحديث عن بعض يعني الكرات الجزئية، لأنه كرة الثلج الصغيرة يمكن أن تتدحرج وتبني كرة كبرى وبالتالي يمكن أن نصل إلى صفقة في نهاية المطاف، لكن الظروف داخل إسرائيل وفي العالم ما زالت غير مهيئة لذلك. حتى مصر أكدت بأن يتضمن أي مقترح فيما يتعلق بتبادل الأسرى دخول مساعدات فورا إلى غزة، يعني أهمية مثل هذا يعني مثل هذه الاقتراحات من قبل مصر، أيضا يعني هي تتمسك باستمرارية تواجدها على رفح وفيلادلفيا. نعم هي كذلك، يعني مصر تدرك تماما هذا الواقع الإنساني الصعب الذي يشهد قطاع غزة تحديدا في مناطق يعني الشمال، وهو أيضا تجديد للسيادة المصرية يعني على المعابر، وربما أيضا إعادة الاعتبار للحديث ربما عن صفقة أكثر شمولية. النموذج المصري في التفاوض أنا برأيي قائم فعلا حاليا على تقسيم هذه المشكلة أو إعادة تفكيكها وترتيب الأوضاع ربما مرة أخرى. مصر تدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية عند أيضا الرغبة في فترة ما قبل الانتخابات الأمريكية أن تصل إلى هذا الصفقة، لأنه بخدمها انتخابيا وبخدمها الصعيد الداخلي. يضاف إلى ذلك إذا سمحت لي، مصر تدرك تماما أن أمريكا أعطت أولوية في هذه المرحلة للبنان على حساب غزة، وبالتالي إذا جمعنا كل هذه المتغيرات الداخلية والخارجية نستطيع أن نتفهم يعني السلوك المصري يعني المرتبط بهذه الصفقة الجزئية. نعم، يعني علمنا أيضا بأنه تم تعيين رئيس المخابرات المصرية جديد هو حسن رشاد، وكان هناك اجتماع بينه وبين رئيس الشباك، هل من معلومات رجحت حول هذا الاجتماع، خاصة أيضا وأن مصر تنتظر رد من إسرائيل على هذا الاجتماع والمقترحات التي تم تداولها؟ أنا برأيي مصر تدرك تماما سوداوية اللحظة في هذه المرحلة في كل منطقة الشرق الأوسط، يعني المشهد العسكري عسكرت السياسة من قبل نتنياهو وإسرائيل تطغى على المشهد. مصر أيضا متخوفة من إمكانية أن تنزلق الأمور أكثر، خاصة إذا قام نتنياهو وإسرائيل بضرب إيران. أكيد في هناك يعني اليوم ميزة هذه المشاورات أنا برأيي ما رشع عنها لم تكن فقط غزة، وإنما تطرقوا إلى ملفات مرتبطة بإيران ومرتبطة بلبنان، وأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط لا يحتمل النزاعات ربما أخرى. والدور المصري أيضا في هذه المرحلة يدرك أنه أمريكا تتراجع نوعا ما ولا تستطيع أن تضغط على إسرائيل، وبالتالي هي تحاول أن تنسق بشكل مباشر مع الإسرائيليين وأيضا مع القطريين من أجل إحياء هذا المسار، لأنه غياب الأفق السياسي معناه انفجار الأوضاع الميدانية والعسكرية وتجدد ربما فتح جبهات جديدة في الشرق الأوسط. شكرا لك دكتور على هذه المداخلة من جنين، دكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين.
ندعوكم مشاهدينا في ختام هذه الساعة إلى متابعة المزيد وآخر المستجدات برفقة شبكة مراسلين في كل أنحاء لبنان. شكرا لكم، أعود وألقاكم بعد الساعة من الآن. شباب باب الرئيسي هون، الضربه هون بالوش دغري اذا بدكم تجوا باسعافات. هاي الدخنه كذا ضربه، في وحده منهم دغري على باب المستشفى اجت. هون الغاره هون برج الحريري، برج الحريري، برج الحريري. ايه شباب ضربوا حد المستشفى عنا هون. ضربه حد المستشفى عندي. ضربوا المستشفى عندي، مستشفى الحريري. ضربوا مستشفى الحريري عندي.
الله.